السلام عليكم. تعرف الجزائر في هذه الأيام أكبر عملية لتوزيع السكنات، وهذا بمناسبة عيد الاستقلال والشباب، وسوف تكون الأكبر منذ الاستقلال، وسوف تشمل جميع ولايات الوطن بدون استثناء وفي كل السياق نتاع السكنية المتاحة حاليا في الجزائر، حيث أن هذه العملية سوف تعرف توزيع ما لا يقل عن 180 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني، وهذه الأكبر في تاريخ الجزائر. والحمد لله أنه أزمة السكن في الجزائر في طريقها إلى الحل إذا استمرت الوتيرة نتاع الإنجاز نتاع السكنات في هذه الحالة. وكذلك نتأسف نوعا ما من ناحية تصميم السكنات والنوعية نتاع السكنات والتهيئة الخارجية اللي بقات ناقصة في كثير من الحالات، وهذا رغم أنه الكمية من ناحية الكمية نتاع السكنات فهي يعني راهي كمية لا بأس بها بالمقارنة مع الفترات الماضية اللي عشناها في الثمانينات والتسعينات وحتى في بداية القرن 21، كان فيها نقص حاد في السكنات، لكن الحمد لله الآن بعد هذه المجهودات اللي تبذلت في السنوات الأخيرة، مشاريع السكنية عرفت التطور لا بأس به من ناحية الكمية، لكن تبقى الآن في المراحل القادمة. نتمنى أن السلطات التقنية والعليا في البلد تهتم أكثر بالجانب التهيئة العمرانية والجانب تاع النوعية تاع السكنات، يعني في جميع الحالات على أي حال هذه السكنات تعتبر أفضل بكثير مما هو موجود في بعض الدول خاصة الدول المجاورة. فإذن نترككم مع بقية الفيديو ومع هذه العينة من السكنات من بعض الولايات، والسلام عليكم.